السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالحصة الخامسة من الوحدة الرابعة، درس جديد، درس المغناطيس. إذا تحت عنوان بماذا يتميز المغناطيس، كيسكي كاركتيريز انيمو، إذا المغناطيس بالفرنسية ايمو، دائما مرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. إذا لنبدأ بفقرة أنطلق. ألاحظوا الصورتين وأقترح حلا لإخراج الماسك من الماء. إذا لاحظوا مع الصورة لدينا ماسك ورق في الماء. إذا لإخراج الماسك من الماء مثلا يمكن أن نستعمل مغناطيس نقربه من يعني من الماء لينجذب الماسك نحو المغناطيس، أو يمكن أن نستعمل ملقط. لكن إذا قمنا بالتركيز على العملية الأولى والحل الأول وهو استعمال المغناطيس، إذا سنتساءل بماذا يتميز المغناطيس؟ بماذا يتميز المغناطيس؟ وما الأجسام التي تنجذب إلى المغناطيس؟ يعني هذا المغناطيس شنو هي الأجسام اللي كيجذب لنا المغناطيس؟ علامة استفهام. بالنسبة لفرضية للإجابة عن هذا التساؤل، إذن يجذب المغناطيس الأجسام المكونة من الحديد. إذا يجذب المغناطيس الأجسام المكونة من عنصر الحديد، يعني الأجسام الحديدية تنجذب نحو المغناطيس. إذا نمر الآن إلى فقرة أختبر. إذا سننجز المناولتين التاليتين. المناولة الأولى أقرب المغناطيس من هذه الأجسام وألاحظ. إذا سنستعمل مجموعة من الأدوات الهندسية والأدوات المدرسية الخاصة بالقسم. إذا مسطرة، مقص، مفاتيح، مشابك أو ماسك، بيركار، قلم رصاص، أقلام إلى غير ذلك. ثم أميز الأجسام التي يجذبها والتي لا يجذبها المغناطيس، ونملأ الجدول بكتابة ينجذب أو لا ينجذب. إذن الممحات، تأثير المغناطيس على الممحات، إذن فهي لا تنجذب. إذن هنا سنكتب لا ينجذب. إذن الممحات لا تنجذب نحو المغناطيس. المقص نعم ينجذب. لماذا؟ لأنه مكون من جزء حديدي، إذن فهو ينجذب نحو المغناطيس. المسطرة البلاستيكية إذن لا ينجذب. القلم كذلك لا ينجذب. المشابك إذن فهي تنجذب أو ينجذب، سنكتب ينجذب نحو المغناطيس. إذن ينجذب. المنجرة لا ينجذب. إذن لا ينجذب إلا إذا قمنا بتقريب المغناطيس من هاد المنطقة هادي، وإذا كانت هاد المكون ولا هاد العنصر من المنجرة مكون من الحديد، إذن فهو غينجذب. ولكن لا بلوبار ديال المكونات ديال المنجرة فهي بلاستيكية، إذن ما كنهضروش على البلاستيك، لا ينجذب نحو المغناطيس. قلم الرصاص لا ينجذب. إذا قلم الرصاص لا ينجذب. نمر الآن إلى ألاحظ وأتمم الجملة بما يناسب. الأجسام التي جذبها المغناطيس، إذا عندنا المقص والمشابك اللي كنستعملو. إذا أستنتج يجذب المغناطيس فقط الأجسام التي تحتوي على مادة الحديد. إذا فالعناصر أو الأجسام المكونة من الحديد فقط هي اللي كتنجذب نحو المغناطيس. نتمم.
عندنا المناولة الثانية، ألاحظ المغناطيس وأتمم الجملة، له لون والآخر له لون. إذا المغناطيس مكون من قطب، قطب له لون أزرق أزرق والآخر له لون أحمر. إذا فالمغناطيس مكون من جوج ديال الألوان، كل واحد كل لون كيميز واحد القطب. أستنتج أن للمغناطيس قطبان مختلفان، يسمى الطرف الأحمر للمغناطيس القطب الشمالي، إذا هذا باللون الأحمر كنسموه القطب الشمالي، القطب الشمالي، واللي باللون الأزرق كنسميه القطب الجنوبي، القطب الجنوبي. إذا أستعمل قطبين مغناطيسيين لأنجز المناولة التالية. إذا شوفوا معايا المناولة الأولى، تنقرب الشمالي من الجنوبي، شنو وقع؟ وقع تجاذب، واحد تيجبد الآخر. قربنا الشمالي من الشمالي، شنو وقع؟ التنافر، بعدوا على بعضياتهم، التنافر. إذا هناك تنافر، تباعد. عاود قربنا الجنوبي من الجنوبي، فوقع نفس الشيء، تنافر. إذا سنتمم الجمل، يقترب المغناطيسين من بعضهما فنقول إنهما يتجاذبان. إذا ملي تقربوا تنقولوا بأنهما يتجاذبان، وخصهم يكونوا قطبين مختلفين، أو يتباعدان فنقول إنهما يتنافران. إلا كيتباعدوا كنقولوا بأنهما يتنافران، كنقولوا بأن المغناطيسان يتنافران. أستنتج أتمم الجملة بما يناسب، مختلفين نفسي يتجاذب يتنافر. إذن يتجاذب طرفا المغناطيس إذا كان من إذن إذا كان إذن إذا كان من و إذن هنا غادي نكتبوا يتنافر. إذن الجواب الصحيح هو أن نكتبوا يتنافر. إذا يتنافر، علاش؟ إذا يتنافر طرف المغناطيس إذا كان إذا من نفس اللون. إذا كانوا من نفس اللون فهما كيتنافروا، بحال الحالة الثانية والثالثة، زرق زرق، إذا نور نور، سود سود. إذا إلا أنه فهنا كان واحد الخطأ، لأنهم نورمالمون كانوا هنا يكتبوا بدلو، لأن السود كان كيكون بالزرق ماشي بالأحمر، والنور تيكون بالأحمر ماشي بالزرق. إذا فهاد التجربة هذه كان خلط بالألوان، ولكن راه لو برانسيب باين، عندي نور نور راه كيتنافروا. إذا ويتجاذب طرف المغناطيس إذا كان من لونين مختلفين. إلا كان نور أو سود فهما كيتجاذبوا بيناتهم، إذا شمالي وجنوبي. إذا أستخلص، أملأ الفراغ بما يلي: الجنوبي، الشمالي، الحديد، أن وأس قطبان. يتميز المغناطيس بجذب المواد التي تحتوي على مادة الحديد. إذا المواد المكونة أو المكونة والتي يدخل في تكوينها عنصر الحديد فهي تنجذب نحو المغناطيس. للمغناطيس قطبان مختلفان، عنده جوج ديال الأقطاب مختلفة. يسمى القطب الملون بالأحمر بالقطب الشمالي. إذا ديما الأحمر كيتسمى القطب الشمالي وكنرمزوا ليه بأن نور، ويسمى الطرف الملون بالأزرق بالقطب الجنوبي. إذا الطرف الملون بالأزرق كنسموه القطب الجنوبي ويرمز له بأس سود. يتنافر القطبان للمغناطيس أو القطبان المغناطيسيان أن وأن أو أس وأس. ملي تيكون عندنا نور نور أو سود سود فهما كيتنافروا كيتباعدوا. ويتجاذب القطبان المغناطيسيان أس و أن نور. إلا كان عندي جنوبي شمالي أو شمالي جنوبي فكيكون تجاذب بين قطبا المغناطيس. أغني معجمي: إذا عندي قطب مغناطيسي بول مانيتيك، شمال نور، جنوب سود، تجاذب أتراكسيون، تنافر ريبولسيون، يجذب أتيغ، حديد فاغ. إذا أستثمر تعلماتي الجديدة،
J'écris les lettres N et S sur l'image de l'aimant pour indiquer les deux pôles sud et nord. Et donc, nous avons vu que le lion azraq est le termes du côté الجنوبي. Donc, nous avons écrit S. Et le lion ahmar est le termes du côté الشمالي N nord. Nous avons écrit N. Donc, sud nord. Voilà. Et donc, c'est le cours de notre cours. Nous allons se réunir, inshallah ta'ala, dans la séance prochaine avec le cours de la force. ما انواع القوى دونك كيل سون لي تيب دو فورس دائما على نفس المرجع نفس القناه الى اللقاء